أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وتسليما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا، نحييكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم عبر موقع وزارة الأوقاف المصرية هذه السهرة الإيمانية المباركة في هذه الليالي والأيام الكريمة المباركة التي أوصانا فيها المولى سبحانه وتعالى بأن نكثر فيها من ذكر الله، وأن نكثر فيها من الدعاء، وأن نكثر فيها من الاستغفار، وأن نكثر فيها من الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين المولى عز وجل في هذه الليالي الكريمة المباركة، سائلين المولى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأن يؤمنها بأمنه، وأن يرزقها برزقه، وأن يسترها بستره، اللهم أمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ودائما نبدأ اللقاء بأحلى الكلم، بأفضل الذكر، بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بيبرس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بيبرس، وقد كانت خير بداية لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لحضراتكم عبر موقع وزارة الأوقاف المصرية في هذه الليالي الكريمة المباركة، ليالي تنزل فيها الرحمات ويستجيب فيها المولى سبحانه وتعالى للدعوات. ما أحوجنا إخوة الإيمان والإسلام إلى أن نسير على هدي حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي جاء فدعا إلى كل فضيلة ونهى عن كل رذيلة. أيها الإخوة المؤمنون، ومع كلمة العلم تحت عنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث وهذه الكلمة، كلمة العلم، تقدمها واعظة الأوقاف الواعظة رشا شعبان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حديثنا اليوم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لن نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي القائد ولا عن الداعية المربي، وإنما سيكون حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته وفي حياته الخاصة. نتحدث عنه صلى الله عليه وسلم زوجا، وعنه جدا وأبا، وحينما يكون صلى الله عليه وسلم لديه خادم في بيته، كيف كان تعامله صلى الله عليه وسلم في بيته. فتعالوا ننهل من سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. نجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويربي أجيالا كاملة تأتي بعده صلى الله عليه وسلم، كيف يعامل الرجل زوجته داخل البيت، لا ينظر إلى مستواه خارج البيت، ولكنه كان صلى الله عليه وسلم يتعامل بلين ورفق مع زوجاته جميعا صلى الله عليه وسلم. انظروا إليه صلى الله عليه وسلم حينما كان يتعامل مع زوجته السيدة عائشة رضي الله عنها، وكان يعاملها بلين ورفق، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في غزوة مع صحابته صلى الله عليه وسلم أراد أن يمزح السيدة عائشة، فطلب منها وقال لها سابقيني، فسابقها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في ذلك الوقت السيدة عائشة كانت ليست بدينة، فسابقها النبي صلى الله عليه وسلم، فسبقته السيدة عائشة. بعد فترة طلب منها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وهو مع صحابته، وقال لهم تقدموا أنتم، فسابقها النبي صلى الله عليه وسلم،
فهذه المرة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سبق السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فضحك لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها هذه بتلك. وكان تعليق السيدة عائشة رضي الله عنها على هذا الأمر أنه كان قد كثر لحمها أو بدنت فصارت سمينة بعض الشيء، فلذلك سبقها النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يمازحها وقال لها هذه بتلك. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يتعامل مع بناته كان يتعامل بكل رفق ولطف وليم. كانت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا قدمت عليه صلى الله عليه وسلم كان يقوم لها ويقبلها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في بيته وهو القدوة الأعلى أنه كان يتحمل من زوجاته كل ما يحدث منهن ويصبر عليهن. لذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم صبر على السيدة عائشة حينما كان عنده بعض صحابته فطلب بعض الطعام، فجاءت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ليس في بيت السيدة عائشة، جاءته بصحفة من الطعام، فأرادت السيدة عائشة أن تضرب هذه الصحفة بيدها فوقع وكسرت صحفتها، فكسرت السيدة عائشة صحفة زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي بعثت بالطعام، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهنها ولم يرفع صوته عليها، ولكنه قال توجه إلى صحابته وتبسم في وجههم وقال لهم غارت أمكم عائشة، اعتذارا منه صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة لأنه كان يعلم طبيعتها أنها كانت غيورة بعض الشيء. هذا هو كان حياته صلى الله عليه وسلم في بيته، لنتعلم منه صلى الله عليه وسلم فهو خير قدوة، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا خير مخلوق وأفضل مرسل وشفيع قوم أذنبوا وأساءوا، أنوارك العظمى إذا ما أشرقت يوم القيامة فالورى سعداء. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا ننقل لحضراتكم هذه السهرة الإيمانية المباركة من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وذلك عبر موقع وزارة الأوقاف المصرية. أيها الإخوة المؤمنون، والآن نضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رمضان يا شهر خير، يا شهر فضل، يا شهر أقبلت في حلل الوضاءة والتقى، أقبلت في حلل الوضاءة والتقى، أقبلت في حلل الوضاء
يا شهر بدر يا شهر بدر يا شهر بدر فيك تم النصر فيك تم النصر وانكسر التتار وانكسر التتار ودكت الأوثان لم يشهد العرب انتصارا إلا وكان لواءه رمضان صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين.